إدارة، وإن ما يبقاش في عندنا لا قدر الله أي أزمة في خلال هذه المرحلة. ما تم التوافق عليه إن اعتبارا من الغد هتكون مواعيد غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها هي الساعة 9 مساء. ومعنى كده إن احنا من الساعة 9 مساء هناك غلق لكل هذه المنشآت علشان نحد بصورة كبيرة جدا من التزاحم الكبير اللي احنا بنلمسه على الأرض في هذه المناطق. وبالتالي احنا بنتكلم هنا اعتبارا من الساعة 9 مساء هذه المنشآت بتغلق، وفي نفس الوقت طبعا هتسمح بخدمة اللي هي توصيل الخدمات للمنازل للمطاعم انها تستمر في تقديم خدمة توصيل المأكولات والمشروبات للمنازل او اللي ما يطلق عليها الدليفري لما بعد هذه المدة او الساعة اللي احنا بنقول عليها. ولكن في نفس الوقت ايضا في خلال هذه المدة، مدة الاسبوعين، يعني احنا هنحظر تماما أي اجتماعات أو مؤتمرات أو فعاليات أو احتفالات فنية أو حفلات بتتعمل في أي منشآت بتتم في خلال هذه المرحلة، سواء هذه بقى المنشآت نوادي اجتماعية، يعني أماكن مطاعم، منشآت فندقية بتحصل فيها هذه النوعية من الاحتفالات. هناك حظر كامل لهذا الموضوع علشان نضمن بإذن الله إن الأمور تفضل مستقرة في خلال هذه المدة. الجزء الآخر وهو إن إحنا تم التوافق عن إنها تكون أجازة عيد الفطر المبارك إن شاء الله هتبقى اعتباراً من يوم الأربعاء القادم اللي هو يوم 12 مايو حتى يوم الأحد 16 مايو، يعني لمدة 5 أيام هتبقى دي أجازة العيد من يوم الأربعاء لغاية يوم الأحد بإذن الله. وفي خلال بأكد في خلال هذه المدة أيضا سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، وأنا بأكد على هذا الموضوع. وفي نفس الوقت بقدر الإمكان هيبقى هناك حد لاستخدام الحافلات الجماعية اللي هي بنتكلم عليها، أوتوبيسات الرحلات، وسائل النقل العادية هي ماشية وشغالة، العربيات العادية شغالة، احنا بنتكلم فقط على أوتوبيسات الرحلات اللي ممكن تطلع عشان هي المفروض انها هدفها انها تروح للشواطئ. احنا الشواطئ بنقول ان هناك غلق ليها، وبالتالي يعني هنبقى هناك نوع من الحوكمة لحركة هذه الحافلات طوال فترة العيد أو أيام العيد تحديدا بإذن الله. بأكد طبعا على أيضا يعني حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات مرة أخرى، وبشدد على هذه الجزئية طوال هذه المدة. الحقيقة بالنسبة أيضا فيما يخص صلاة العيد تم التوافق إن إحنا هيتم التعامل معها بالضبط زي صلاة الجمعة، وبالتالي بالنسبة لصلاة العيد هيسمح بيها فقط في